نورتي بيتك، مو بس بيتك، نورتي حياتي كلياتها. شو بكي؟ خايفة؟ رويدا ردي علي. ايوه معناتها انت ما بدك يعني، واهلك جابرينك علي جبر. مشان هيك انا رايح نام بالاوضة الثانية، يلا تصبحي على خير. وضح يا عيون وضح، يا قلب وضح. رويدا انت صرتي حلالي، وهي هي الساعة اللي طول عمري عم بستناها. الله الله قد ايه كنت خايف اني انحرم منك. الله لا يحرمني منك. قولي على قلبي، قولي مرة تانية. الله لا يحرمني منك يا سيدي تاج راسي. وهدول هن الحلقات يلي كان نفسك فيهم ما لقيتيهم بسوق الصاغة؟ انت شو عرفك؟ عصفورة قالت لي. سميحة قالت لك مو هيك؟ ايه قربي لركب لك اياهم. انا بركبهم لحالي. وين لقيتهم هدول الحلقة؟ فصلت لك اياهم تفصيل عند الصايغ، وخليته يكتب على كل وحدة منهم اسمي واسمي. بتعرف اني كنت رح سمم حالي. بعرف بعرف. سميحة حكت لي كل شيء. كل شيء كل شيء؟ ايه. بتعرفي في برقبتي دينة ولازم اقوم فيها. لمين هديني ابن عمي؟ العصرية ونبيها. مين هدول عصرية ونبيها؟ عصرية يا ستي هي وحدة بصارة، كانت دائما تبشرني انك رح تكوني الي. بتآمن بالتبصير؟ لا والله، بس والله هيك حكياتها كانوا يفرفحوا لي قلبي. نبيها؟ مين هي نبيها؟ نبيها هي بنت ناطور المزرعة، كمان الاخر هيك كانت تفرح لي قلبي بحكياتها. وضاح؟ هي عيون وضاح. بوعدني؟ بوعدك. ما بدك تعرف بشو؟ بوعدك بكل شيء. بكل شيء بكل شيء؟ ايه. توعدني انك بحياتك ما تفكر بغيري، او لا سمح الله تتجوز علي. اعوذ بالله، شو عم تحكي انتي؟ طبعا بوعدك. حليف. ايه وحياة عيونك. دخيل عيونك. ابن عمي؟ والله مشتهي يروح معكن على المزرعة، خدونا معكن أنا وعمتي ومناخد معنا سميحة. مو وقت هلا، بكرة بس يروحوا أهلي وأهلك على الحج بعود باخدكم كم من يوم تقعدوا هنيك لحالكم. إيه مثل ما بدك يا روحي. أصبحنا وأصبح الملك لله. لا إله إلا الله. يلا يا بي استعجل قبل ما طلع الشمس. يلا يا بي ليك جاي جاي. ابن عمي جيبوا لي معكن شوية حليب وشوية جبنة. ايه على عيني. وكتروهم شوي مشان ناخد معنا زوادي على الحج، وبدي اعطي شوي لسميحة. ايه على عيني. واسألي ام نوري اذا خلصت الكشكات تجيب لي اياهم معك. ها شو رأيك جيب لك المزرعة كلها انا. يلا يا بي خاطركم. الله والنبي معكم. خاطركم. مع السلامة يا مو. ما هو انت قبروني. نوري يا نوري نوري ولك نوري نوري جيت بوقتك يا مختار. هات الشبرية. بس يا معلمي. هات الشبرية. خير شوفي وضح خود نوري وسؤول خيل الله يرضى عليك. تأمر يا بي. دخيلك يا معلمي خلصنا من هالمصيبة، مصيبة حلت علينا. الله يرضى عليك يا ابن نوري، روق واحكي لي القصة فهمني. عمتي؟ يا عيون عمتي. عمي وضح بيجوا على الغداء ولا بيتمسوا؟ والله ما بعرف، بس بكل الأحوال بدنا نطبخ. ايه شو بدنا نطبخ؟ انتي شو جاي على بالك يا تقبريني؟ شو رأيك اطبخ لكم لبن بيقطين مع برغول؟ ايه والله عمك بيموت عليها هالأكلة. بي تحية يا مو. أنا سميحة. شلونك يا مو؟ الحمد لله يا مو. شلونك وشلون بيت حماكي؟ كلهم بخير يا مو.
هلي تقبريني. تفضلي تفضلي. اهلين سموحة خانم. اهلين يا احلى عروس. الله اشتقت لك. لك اشوها لك الله يهنيه ويبارك له. مين وصلك يا مو؟ عمي ابو خيرو يا عمي. وان شاء الله بيت حماكي مبسوطين منك كثير، وخصوصي عمي ابو خيرو. لك انت تعي تعي احكي لي تعي. يلا. وهي قصتنا يا معلمي، منين اجتنا هالمصيبه ما بعرف. هلا يوفون، الله يرمي كيدهم بنحرهم، الله يفضعهم مثل ما فضعونا. اهدى اخي ابنولي وعود عود عود. الله يصبر قلبك، والله مو قليله، بس كل مشكله في لها حلال باذن الله. اوه بنت برنجي حلو كتير كتير مثل فستق. حرام حضرت انباشي، والله حرام. ولد صباي انت في خوف؟ انت مش كويس. انا في خوف كتير، امان ربي امان. هذا بنت، شو ذنبه؟ هذا بنت. كلام يق ولد صباي. الله بيشوف، الله بيحاسب. انا لازم موت، انت لازم موت. يعني نحن يا ابي ما بقى نقدر نروح قبل ما نلاقي حل لهالمستورة. أخوها ميبس راسه وبده يذبحها. من الآخر البنت صارت أمانة برقبتنا. شو رأيك الحل يا بي؟ يعني لازم نلاقي حدا يتجوزها ويستر عليها. أنا بعرف إنه ابن خالتها خاطبها وبده إياها. مزبوط، بس المعتر راح على أخد عسكر قبل ما يكتب كتابه عليها. طيب منين بدنا نلاقي واحد يرضى يتجوزها ويستر عليها؟ هون حطنا الجمال يا بي. شو قصدك يا بي؟ شوف الله، أنا هذا الموضوع ما بقدر افتحه مع مين من كان، لأنه أكيد ما رح يقبل. ساعتها منكون فضحنا البنت أكثر من أنه سترنا عليها. مزبوط حكيك يا بي. يا بي برضاي عليك بدي إياك تكتب كتابك عليها وتسترها للمخلوقة. شو؟ أنا بعرف إنك بتحب مرتك، ومرتك الله يستر عليها بتحبك، بس أنا وعدته لأبنوري إني حل له هالمشكلة. شوف يا بي، أنا ما بجبرك، ما بجبرك يا بي. طيب إذا ما تزوجت أنا شو بدك تساوي يا بي؟ اكتب انا كتابي عليها وبس ارجع من الحج بطلها. واهل الحاره يا بي وكبارية الشام شو بدهم يقولوا؟ المختار ابو وضاح تجوز على مرته وحده اصغر من بناته، ما حلوه بحقك يا بي. بعرف، بس ما في حل تاني. خلص يا بي، انا بكتب كتابي عليها، بس هي بتضل بحالها وانا بضل بحالي. ماشي يا بي، بس برضاي عليك بتعاملها قدام امك ورويدها كانها حرمتك، يعني بتنام ليله هون وليله هون. لانه اش كان ما عملت هيك يا بي راح يشكوا ويبدا الغمز واللمز، وساعتها بدل ما نستر على المخلوقه بنكون عم نفضحها اكثر. خاطبها ابني قاري فاتحتها. لك اختي طولي بالك شوي علي. شو استنيتوا ابني نايف لراح على اخذ عسكر وجوزتوها لابن الشامي؟ طول عمركم ناقصيني عب الشوم عليكم، طمعكم الشامي بشويه مصاري. تفح عليكم. لك اختي طولي بالك شوي علي. ما بكون ام نايف اذا ما بخليكم تندموا. تخيلك يا اختي وين رايحه؟ طولي بالك شوي.
العقاري الله يرضى عليك. شوفي اثنين عسكر مامسين بعض وعايشين ولا ميتين؟ ميتين وشابين موت. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعطيك العافية. معلش يا تقبرني استنى شوي. يلا تقبرني فوت. مين هاي؟ هاي نبيها. مين نبيها؟ نبيها مرتي على سنة الله ورسوله. ترى انا خلطت بجواز يتوضح ولا ساويت اللي كان لازم يتساوى؟ والله ما كان قدامي غير الحل. سامحني يا ابني سامحني. ديبو امور مختار. الله يرضى عليك. انا رايح على الجامعة. دير بالك على المضافي. الامور مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش هيك سويت؟ اسمي ونصيب أختي كله أمر الله. لا إله إلا الله. بس يعني وضح. نعم يا بي. الله ينعم عليك. ليش ممشعلي الأضوية كلها؟ أمك وين؟ يا بي راحوا هن ورويدة على بيت خالي. نبيها وينها؟ فاتت على اوضتها. على قامة قلبي عليك يا رويدة. مين قال انه وضح بيعمل فيها هيك؟ ماني مصدقة انه وضح يعمل هيك. ماني مصدقة. لا صدقي يا موضح صدقي. ليكو سواها وخلص. يا على قامتي عليها. لسات عروس وما تهنت. وين راح اخي هلا؟ راح لعند ابو وضح. راح يفهم منه شو القصة. سواد وشي منه ما لي عين اطلع فيه. أخوكي راح يشوف إذا بنتي عملت لها شي عملة بتستاهل أنه يتجوز عليها وضاح. شو بدها تعمل يا حزرتي؟ طولي بالك عمتي تقبريني طولي بالك.